ازيك يا فخر؟ عامل ايه؟ بحب اضيعك يا فخر عشان انت حبيبي. الله مقلوب. كيف حالك حبيبي؟ هو الراجل راح فين تاني؟ شيخ مصر شيخ. شرع خمس مرات. يشرح ايه؟ شرح خمس مرات. شرح خمس مرات. شرح خمس مرات. شرح خمس مرات. شرح خمس بقول لك ايه، تعالى اقعد هنا عشان انت بتتكلم كتير وما بسمعكش خالص. كفر في بعض العلماء كفروا الترامية. لا العلماء قولهم قول، هم أكيد مش أهل سنة وجماعة. الترامية ليس أهل سنة وجماعة. كيف إيش؟ مش فاهم أنت بتسأل على إيه؟ ايوه المراد ان هي طائفه ضاله. لا مش كفره، فرق بين الضلال وبين الكفر. هناك مثلا كفر هذا حد يكشف حد تقصد هناك مثلا ضلال يخرج عن كونه اهل السنه وجماعه. مش فسق بس، يعني فاسق مرتكب الكبيره فاسق لكن مش ضال. لكن مثلا بيقول بقى مثلا ما لو لن نرى الله يوم القيامه او ان اصحاب الكبائر خالدين في النار. طبعا هذا اهل السنه والجماعه. هذا على وشك الهلاك، على وشك الكفر. انت اقمت عليه الحجه بالنص. ايه؟ ايوه طبعا. لا بس الوهابيه ليسوا ب أو تضييق الدين والتشدد، ليسوا عندهم انحراف إلا من عبد الله، إلا من قال فيهم بالتجسيم أو الحشوية. على سبيل المجاز أنت شايف الضال، على سبيل المجاز على سبيل المجاز. الوهابية والسلفية لا مش ده حقيقي. لا ده حقيقي، إن هو ده نوع من الضلال الحقيقي. الذي يخالف إجماع المسلمين في أصول العقائد يبقى ضال، ليس من أهل السنة والجماعة.
يجي بعد كده هذا الضال ننظر هل خالف فيما هو ينقض الإسلام بتاعه أم لا، أم فيما لا ينقض، هل له تأويل ولكن تأويله غير مقبول وغير سائر أم ليس له تأويل مطلقا. لو ليس له تأويل مطلقا يبقى يدخل. زي إيه مثلا؟ لا لا، نحن نتكلم دلوقتي على المسلمين اللي كفروا. بمعنى إيه؟ إذا هو اعتقد مثلا زي الشيعة يعتقدون عصمة الإمام وأنه يوحى إليه، بس من المحكوم اللي يجي يقول واحد يقول يخصد في الحق، بس معرفش اللي هيعتقد ان هو يخلق ده ده ان هو بيطيعه لان الامام بتاعه يعني بين سنه وكفيه في فرق مثلا هذا بين طيب الضاد وطيب الضاد. وفي من فرق من كفر علماؤهم ولم يكفر عوامهم. بيعتبر العام يا لا هو بيطيع الإمام، طب وبعدين هيطيع الإمام الثاني ده بيعتقد إن الإمام في معصوم، طب يقول له صلي يبقى ده تشريع، يقول له ما تصليش يبقى ده تشريع، يقول له صلي ورا إمام الحرم المكي يصلي، يقول له ما تصليش ورا إمام الحرم المكي يصلي. ننظر بقى هل بيعتقد إن هو مشرع ولا بيعتقد إن هو إمام يجب اتباعه؟ لو بيعتقد إن ده مشرع كالنبي يقف. طب والعامي عنده ده ولا ده يبقى ما يدخلش، دخل كل عام النار. إنما هو يبقى على الإمام الثاني عبد الله. لا لا مش كفر، مش كفر، أنت عايز تكفرهم ليه؟ هما يعني إيه؟ سمعت من علماء الأخوان يقولوا عن الوهابية والسلفية قالوا إيه؟ قالوا تشددوا في الدين، وقلنا أن الدين اعتقاد والمسائل الظنية ليست اعتقادية. ها؟ فمنزل من المسائل الظنية منزلة المعتقد فيها، وهنا أنه اعتقدها ابتدى يفسق ويكفر ويبدع الناس الذين يخلفونها، فده معنى التشدد عنده. وهم يحاولون أن يحافظون على التوحيد، يعني زي ما تقول التوحيد ده كوب وسينكسر، اخر حافظ عليه بعدين ينكسر خلاص. يخاف لما تدخل مثلا البقيع تزور، يخاف انك تشرب، اخذ اشرب بايد التراب، يعني هم اساتذتنا وضربهم فوقنا عادة، لكن تروح يعني لا يملكون، لو كانوا هم في الحياه لا يملكون نفعا ولا ضرا، فما بالك بقى بعد الموت. فمن باب اولى لا يملكون نفعا ولا ضرا، هو خايف على التوحيد. هل هناك مستشرقين؟ ايه؟ عملوا ايه؟ الظاهر مسلمون وده ما كبير بقى زي بعض الظاهر السابق. كل معظم من دخل في نوع من الناس لم يبقى في قلبهم ايمان مطلقا، فدخل الاسلام هم منافقين زي عبد الله بن سبأ بتاع الخوارج الشيعه وكده، ده بيدعي الاسلام لكن هو خارجي شيعي، وهو الاصل دخل يفسد في الاسلام، يفسد اهل الاسلام. ففي بعض العلماء يقول دول هيخشوا بان على السلفيه الوهابيه عامية مشرع ويوحى إليه، اللي يعتقد كده يكفر.
لكن واحد من العوام ما يعتقدش حاجه زي ده يبقى بس ايه طائفه ضاله. ده اللي بيقول عن النبي الله كافر. بيقول الوحي اخطا بينزل على النبي ام نزل على سيدنا على علي نزل على سيدنا النبي بقى كافر. لكن هو يقولون علي ولي الله، لان في حديث صحيح عندنا اهل السنه علي ولي الله علي ولي الله الذي اكثر العوام ده دول لا يعرفون بالظبط ولذلك ما يفهموش. لا بس في اشياء يعني هو يعاقب ويبقى ليس من اهل السنه والجماعه عليه. الطبع البشري السليم ولو كافر يدعوك لئلا تسب احدا بدون سبب بدون تعرف، لكن ده هم بيتعبدوا لله بسب الائمه الاربعه والصحابه. عباده بيعتبروها عباده، عباده بياخد عليها ثواب. شوف شوف مدى المخالفه في قلبه ازاي. واحد تشتمه ده بتاخد ثواب. لو كنا احنا ما بنشتمش الكفر اصلا، احنا بنتمنى للكفر ان يدخلوا الاسلام وان يكونوا على مثل ما نحن عليه. ده اهل السنه والجماعه. لكن انت بتشتم الصحابه اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد منهم وان النبي فشل في تكوين الامه هم اربعه بس اللي اسلموا. بيقول لك او يقول لك معاويه بن ابي سفيان ما اسلمش، وابو سفيان بن حرب ما اسلمش. جايبين حاجات من مش عارف حاجات وايه حاجات عجيبه بقى. طب لو في واحد منهم سيدنا يعني ولد وعاش على هذا المعتقد لانه لا يعلم غيره، يا حبيبي الطبع البشري كطبع سليم انك ما تسبش احد. ايوه يا فندم، هم زي الطبع السليم لو كافر ما تقتلش احد، ما تسبحش دم حد. هم بيضيفوا ذلك تدينا مش قولا، يعني هو بيقولوا ان الناس دي على الله تعالى الله ما يقولون فعلوا كذا وكذا وكذا مما اساء للدين الله، فهو لما يفعل ذلك يفعل تدينا مش بيفعل مثلا. عشان كده هو كده طائفه ضاله ويعذب على ذلك. طب لمنهم بقى في منهم الناس تموت وتعيش لا تسمع غير ذلك، لا تسمع في حياته غير ذلك. في كثير يعني في بعض يعني هم دلوقتي بينزلوا في دول في افريقيا، بينزلوا في دول في اسيا وفي روسيا، مسلمين يعني لا يعلمون شيء اصلا. ده دي من بدهيات الدين. انت عارف نشا بعيدا عن العلماء ها او حديث عهد الاسلام، اصبح كل الارض كده، كل المسلمين كده ما عدا اللي ربنا فقهه في دينه. كل الناس نشأت بعيدا عن العلماء او اصبح الحديث عهد الاسلام. صدق الشبه قد يعذر، قد يعذر لكن ما يعذرش. الشبه صدق تلقى الشبه ولا يجد ولا الله. يا عم اللي عنده مصحف غير مصحف فاطمه ده كافر. هعمل له ايه؟ عنده مصحف قد المصحف بتاعنا ثلاث مرات وفي ايات وكده. ده احنا عندنا الاختلاف في حرف واحد اذا اجمعوا على 10 حروف 10 قراءات. لو جبت انت كلمه مش موجوده وقلت موجوده في القران حرف واحد زودته او نقصته يبقى خرجت من مله الاسلام. واحد لو زود حرف او نقص حرف الكتاب بتاعنا ده كده محفوظ كده خلاص. فهم عندهم مصحف فاطمه قد المصحف بتاعنا ثلاث مرات، ايه الحفد ها وايه الولايه، سوره الولايه وسوره الحفد ها. هم بيكونوا لكن هم تيجي تكلمهم عارفين ان ده خط احمر، يقول لك لا ما عندناش حاجه زي كده. طب ولو كان عندهم واحد مؤمن بيه كفر خلاص بقى، لان ده كده قطع في اصل. انا سمعت مره المرشد بتاعهم طلع وقال لا احد لا يسب احد من السيده عائشه، ومن يسب السيده عائشه هو كذا وكذا. جميل. هو انا سمعت جزء من الفضل كده هو لا بس هم عندهم مذهب الايه التركي يعني. ايوه هو ما مش كده في الاهل الاهواء، الاهل الاهواء متغيروا الكلام. لكن انا سمعت التركي كمان عندهم كبار وصغار. انا ما حدش يسب السيده عائشه المرشد الحالي. نقرأ في النوع الثاني والعشرون وهو الحديث المقلوب. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على فاطمة الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وعظم وبارك ورجل وأنعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم احفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك واجعلنا من العالمين والعاملين به يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير للإمام يحيى محيي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكنا نقرا في انواع الحديث الضعيف.
فيقول النوع الثاني والعشرون المقلوب. المقلوب ده يقابله الحديث اللي هو المستقيم مش مقلوب. المستقيم صحيح والمقلوب ضعيف. وهو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. إن من الأشياء اللي هي بيبقى تقدح في الإنسان إن يبقى عنده هوى شخصي إن هو عايز يغير يعمل شيء يأتي بعجائب عشان الناس إيه تتقرب إليه وتقعد تنصت ليه. القصاص القصاص اللي يقص القصص فينسبوها النبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة أو للتابعين. ولذلك ألف العلماء في النهي عن القصص وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص. كتب ألفت في القصاص دول. ولذلك كان إذا قال فلان قاص تعرف إنه بيتهم مش قاص يعني غير لا ده يعني بيقص القصص عشان يأتي بالعجائب عشان الناس تستمع ليه وتجتمع حوله أكتر. خلاص فده إيه يجي يقبض أن يقول نفع مالك عن نافع يقول نفع عن مالك قلب الإسناد عشان إيه يعجب ويأتي بالأشياء اللي إيه يرغب فيه من العجب تعجب الناس. أنت بتجيب حديث روى مالك عن نافع روى نافع عن مالك ده نافع شيخ مالك فكيف يروي نافع عن مالك فهو يقلب عشان الناس تستعجب فتقبل عليه وتستمع منه. خلاص نحن حديث يبقى ده معنى ده قلب في الإسناد. الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر وقال إيه نافع عن مالك عن ابن عمر ده اسمه قلب في الإسناد. قلب الرجلين بدل بعض جعل الشيخ تلميذ وتلميذ شيخ. هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. ماشي وده قلب في الإسناد. وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحان فردها على وجوهها فأذعن بفضله والله أعلم. إن أهل بغداد لما دخل الإمام البخاري بغداد أرسلوا إليه 10 من حفاظ الحديث جلسوا في المجلس بتاعه وقلبوا يوم كل واحد من 10 جاب 10 أحاديث وراح واخد متن الحديث مركبه على إسناد تاني كل 10 ركب كل حديث على إسناد تاني كل متن على إسناد مختلف مش بتاعه. فكان العوام موجودين والعلماء من أنواع العلوم موجودين والحفاظ موجودين فسألوا عن 100 حديث كل واحد من 10 سألوا على 10 أحاديث. فكل ما واحد يروي حديث بإسناد ويركب عليه متن تاني البخاري يقول لا أعرفه. فرووا له 100 حديث وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه رغم أن المتون صحيحة واخد بالك لكن الإتقان بتاعه. العوام غير المحدثين عرفوا ان قالوا ايه ده ايه الراجل ده مش عارف حديث بيقولوا امير المؤمنين لكن المحدثين عرفوا. فبعد ما خلصوا قال انتهيتم قالوا له نعم. قال الاول حفظ الغلط وقال الاول وحفظ ترتيب الاحاديث الغلط كمان قال اما حديثك انت الاول اما حديثك الاول فاسناده الصحيح كذا 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 وساقوا بالاسناد الصحيح الموجود في الكتب اللي هي مشايخ البخاري يعني خلاص والثاني كذا والثاني ورد الاحاديث المتون الى اسانيدها الصحيحه فاذعن له امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الغلط كان بيحفظ الغلط والصح ويميز بين الغلط ها؟ حفظ الصح صعب وقال بقى أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأدعنوا بفضله والله أعلم. فرع إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول لا. الفرع ده نتكلم عن أيضا القلب في المتن. فالقلب قد يكون في الإسناد يخلق مالك عن نافع يكون نافع عن مالك خلاص يخلق الشيخ تلميذ وتلميذ الشيخ أو يقلب في المتن كما في روايات صحيحة في البخاري وغيره من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل أنفق بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في رواية الإمام أحمد قال رجل أنفق بشماله فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وبدا قلب في المتن نفسه يبقى القلب إما يكون في الإسناد أو يكون في المتن. طيب فرع
إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقول ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، واضح؟ إلا أن يقول إمام أنه لم يروى من وجه صحيح أو أنه حديث ضعيف مفسرا ضعفا، فإن أطلق ففيه كلام يأتي قليلا. شوف قواعد محدثين الدقيقة الزائدة. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، الحديث ده بالإسناد ده ضعيف، فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد فقط، خلاص ما تقولش بأن هو أصلا ضعيف مطلقا. طب حديث حديث الأعمال بالنيات له 20 رواية عن 20 صحابي قالوا له 700 إسناد، قيل له 700 إسناد، حديث إيه؟ الأعمال بالنيات، لا يصح منها إلا إسناد عمر بن الخطاب، ومروي بأسانيد أخرى عن 20 صحابي، والأسانيد كلها ضعيفة التالي. فلو لو ثبت لك إسناد ضعيف من دول، تقول هذا الحديث ضعيف؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، لا، أنت تقول هذا ضعيف بهذا الإسناد. ده هنا بعضهم قال يجب أن ينوي إنه ضعيف هذا الإسناد لأنه لا اطلاع له على بقية الأسانيد، قد يكون المتن صحيح من إسناد آخر. فهنا هيدخل في إيه؟ أصل كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبت ما لم يقله، أو تقول ما أو تنفي ما قاله. ها؟ يعني الكاذب بينه جهتين، الرسول قال حديث صحيح وأنت قلت لا ده ضعيف، تبقى أنت كذبت. أو الرسول قال لا ما قالش الحديث ده وأنت تقول إن هو قاله، يبقى كذبت. جهتين. بس في ناس تتجرأ وتقول ايه هذا الحديث. واحد مره في الروضه الشريفه ربنا لا يقطعنا عنها، فواحد بيقول له في حديث ما بين قبري ومن داري روضه من رياض الجنه. طلع واحد كده سمعني قال تحديث موضوع الناس كده، لان ما بحثتش الامر، انا خايف اكذب على النبي. لما رجعت مصر بقى بحثت لقيت الامام ابن حجر رواه وقال اسناده جيد، اللي هو حديث ايه؟ ما بين قبر ومن بين روضة من رياض الجنة، وأدي معجزة دي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أنبأ أنه سيدفن في المكان في بيته الشريف عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، لكن حديث إسناده جيد مش موضوع ولا حاجة. ما بين بابه وبيته ده في البخاري. ونسخة الشيخ النووي بتاعت البخاري والشيخ ابن الصلاح مكتوب ما بين القبر ومن بابه في الحديث في متن الحديث يرويها كذا البخاري النووي بن الصلاح يقول الحديث ما بين القبر ومن باب ها رواه البخاري يقول كده لان النسخه اللي وقعت له ما بين قبر ومن باب لكن النسخه المشهوره ما بين بيتي ومن باب وفي الترجمه ما بين القبر والمنبر لا اصلا قال الحجاج يستدل بهذا الحديث قال الحجاج يتكلمون بهذا الحديث نعم إيه إنك إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد فقط، ولا تقل ضعيف المتن خلاص لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح. إلا أن العلم بقى واسع أوي دلوقتي خلاص، خصوصا في عصور متأخرين يعني من القرن التاسع والسابع وكده بيمنعوا، أو أنه حديث ضعيف مفسرا ضعفا، إلا أن يقول إمام أنه لم يروى من وجه صحيح. لا مانع، كبار الحفاظ يستدركوا على الحفاظ اللي عنده الإمام التام، يستدرك على السابقين البحث التام زي السيوطي مثلا، النووي روى حديث مثلا قال الحديث الأربعين قال لم يثبت له إسناد صحيح فهو ضعيف. الصوتي جمع دي يعني النووي جمع دي ما يقرب من 40 اسناد، فقال له ما ثبتش اسناد كلهم فيهم مجروحين او ايه ضعف شديد، فقال لا يلقى الى الحسن رغم تعدد الطرق، لا يلقى الى الحجه والصحيحيه والصحه رغم تعدد الطرق. لكن الصوتي جاء بعد النووي بقرنين جمع طرق اكثر 70 تقريبا وقال انه في اسانيد تثبت انه ده حسن، فاصبح حديث ايه من حفظ على امتي 40 حديثا بعث في جملة الفقهاء أو العلماء له طرق كثيرة في الرواية حتى في المتن بتاعه، أصبح الحديث حسن عند السيوطي نتيجة تجميع الطرق التي لم تصل إلى النووي، فكل الطرق اللي وصلت إلى النووي فيها مجروحين لا ترقى إلى رتبة الحسن وما إلى ذلك في مجموعها، فيجب أن يأخذ باله منها. إلا أن يقول
إمام أنه لم يروى من وجه صحيح. إذا واحد إمام من الحفاظ الأقدمين قال لم يروى من وجه صحيح تعرف أنه ضعيف، لكن ده منع من عدم من استدراك الحفاظ على الحفاظ بعضهم على بعض، بس الحفاظ على الحفاظ أو أنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، إن الحافظ يقول حديث ضعيف ويفسر ضعفه، لأن إيه الجرح مقدم على التعديل قاعدة يضدها قاعدة تانية، لا يقبل الجرح إلا مفسرا. أنت بتضعفه ليه؟ قال لك الراوي الفلاني ضعيف، نقص الراوي نجد ختمة الحفاظ قالوا إيه فيه زي الذهبي وابن حجر عليهم المضاد دلوقتي في الجرح والتعديل لكتبهم، فنشوف قالوا إيه، لو قال كده ضعيف خلاص. لكن افرض واحد قال لك لا ده حديث حسن خلاص بقى ارتقى، يبقى هنا مش هنقبل قول الحافظ بقول حافظ اخر ها، لكن مش بقول العبد او بقول واحد يجتهد في الحديث يدوي خلاص. دول زي البخاري ما كان باي حاجه يسمعها يحفظها، وزي الشافعي الامام الشافعي اي حاجه بيكتبها او يسمعها يحفظها. عندهم ربنا جعلهم معجزه للامه لحفظ الدين. فإن أطلق ففيه كلام يأتي قليلا، يعني واحد من الحفاظ قال الحديث ده ضعيف وسكت فيه الكلام، هل نقبل قوله ولا ما نقبلش؟ الأصح عدم قبول قوله إلا لو بحثنا وجدنا إن فيه ضعف، ده عند الأئمة الأكابر. وإذا أردت مسألة ثانية، وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه، وكذا ما يشك في صحته. شوف الصيغتين هنا في وسط الألفاظ دي لها صيغ مصطلح عليها عند أهل الفن. أنا أقول لك إيه ورد كذا، ما هو ورد دي قد تشعرك أنت كراجل عام إن الحديث ده صحيح، أو روي أو جاء كذا لقد جاء في الحديث فتشعرك بانك ايه ان كان ده المتن صحيح، لكن دول مصطلحين يتضمنون الصحه والضعف مع بعض الكلمتين دول بالذات. لكن بقيه الصيغ اذا كان بصيغه التمريض اللي هي المبني للمجهول او لما لم يسمى فاعله يبقى تدل على الضعف خلاص، والمبني للمعلوم تدل على الجزم والصحه خلاص. وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو ما أشبهه من صيغ جزم، ها الجزم مبني للمعلوم، بل قل رؤيا مبني للمجهول كذا أو بلغنا كذا أو بلغات ضعيفة أو ورد أو جاء، وورد وجاء تستخدم في الإيه في الصحيح والضعيف، أو نقل لا كذا تستخدم في الضعيف مثلا مبني للمجهول وما أشبهه، يعني نفس المصطلحات دي المبني للضعيف المجهول نعرف ان هي ايه ضعيف، وكذا ما يشك في صحته، شكيت في حديث فتقول ايه تقول ايه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه تبرئ ذمتك لعله يكون ضعيف، لكن ورد او جاء تقبل الروايه الصحيحه ايضا. ويجوز عند اهل العلم عند اهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها، ومما لا يتعلق له بالعقائد والأحكام، والله أعلم. يجوز عند أهل الحديث أي إجماع أجمع أهل الحديث على جواز رواية الحديث الضعيف ها والعمل به في فضائل الأعمال خلاص. تجد مثلا ذكر ذلك عملنا احنا رسالة في الإجماع دي أن يجمع أهل الحديث على كده. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم عند أهل الحديث كله خلاص وغيرهم التساهل في الأسانيد، يعني ايه طبقات الأسانيد كما قلنا، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف الذي لم يشترط ضعفه خلاص الحديث الضعيف بشروطه طبعا، والعمل به من غير بيان الضعف. يجوز الرواية ها والعمل به من غير بيان ضعف ماشي.
في غير صفات الله تعالى، أي فعل كما يقولون في إيه؟ في الفضائل والزهد، بل يجيزون ذلك في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاده البيهقي في إيه؟ الدلائل النبوة. قال ويستدل بالحديث الضعيف في دلائل النبوة، أيضا ذكر ذلك البيهقي في مقدمته في دلائل النبوة أنه يستدل بالحديث الضعيف، يعني يتجاوز في الاستدلال بالحديث الضعيف في دلائل النبوة، زي حديث الضرب اللي ذكرناه قبل ذلك وحديث الضبي خلاص. أيوة. لكن الشديد الضعف والموضوع لا يجوز إجماعا لا أهل الحديث ولا غيره خلاص. في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، كنا دلائل النبوة. وهنا نجد أن كأن علماء الجرح والتعديل لهم مراتب في قبول الرواية، مراتب في حسب ما يرون من العلم، فتلاقي يشترطون في رواية الحديث في الأحكام زي البخاري ومسلم الثقة، درجة ثقة معينة، يتنازلون عن هذه الدرجة ويقبلون الرواية في السيرة بما لا يقبلونه في الأحكام والصحيح، يتنازلون شوية وبعدين يتنزل عن السيرة في الأحكام إذا الأحاديث أضعف، بس برضو تكون داخلة في منطقة ضعيف من شديد الضعف. ويجي في علم بقى بعد كده يتنزل أيضا أكثر في علم الأخبار اللي هو التاريخ المؤرخون، حتى ابن كثير يروي في البداية النهاية قصة مقتل سيدنا الحسين عليه السلام وعلى المينة عبد الله سيدنا السلام، فيقول إيه وهذه القصة رواها فلان فلان وهو إخباري ثقة فيه تشيع، إخباري أي درجة هي بقى إيه؟ هقبل روايته في الأخبار مش هقبلها في إيه؟ في فضائل الأعمال، ولا هقبلها في إيه؟ في السيرة، ولا هقبلها في الصحيح، وهكذا الأربع درجات من الطبقات وكلها مقبولة حسب الطبقة والعلم اللي بيستخدم فيه الراوي ده. وذلك كالقصص وفضائل الأعمال قلنا ودلائل النبوة والمواعظ أيضا وغير ذلك، بس بشرط تكون شديدة الضعف زي الناس اللي بيضعوا قصص موضوعة عشان يقول لك الدين حلو، لا ينفع، إنما هي في الضعيف فقط، لو اشتد ضعفه يحرم من الرواية ويحرم من الاستدلال ويحرم من العمل. والله أعلم. في أسئلة؟ سأل. المتقدمين لم يجيزوا ذلك، المتقدمين من الأئمة والعلماء لم يجيزوا اختراع القصص، إنما كانوا يرون ما حصل في الواقع، بس المتأخرون أجازوا، بس كانوا يميزوا، المتأخرون خلاص بقى ما بيميزوش، يعني تجد مصطفى صدق الرافعي له كتابين، مصطفى صدق الرافعي يعني قريب يعني في أول القرن ده، فكان ايه له كتاب اسمه النظرات وكتاب اسمه العبرات. العبرات يعني انت تجمع من قراءه القصص دي، فيجي يكتب كل له كتاب مجلدين مثلا او ثلاث مجلدات، كتاب اسمه العبرات وكتاب اسمه النظرات، في الكتاب يكتب ايه يذكر القصص اللي انت بتقول عليها، فيقول ايه موضوعه، اي القصص دي من خياله، ومره ثانيه يقول لا دي حقيقيه مش موضوع، فاللي يقول عليها موضوع تعرف ان هي من مخيلته، فأجال كده وبس بين انها موضوع من مخيلته، بيستدل بها بمعنى هذا. زي الروايات يعني ده ممكن يكون زي الروايات الموجوده دي بالظبط، زي الروايات. اما المتاخرين بعد مصطفى صادق بقى لم يميزوا موضوع من ايه؟ من غير موضوع، فالاصل الافضل يعني الاكثر لدين الانسان ان يروي ما هو بالفعل نقله العلماء ولو ضعيف، وده اللي عمله الائمه الاكابر زي الحليه لابي نعيم، ومثلا الرساله القشيريه للقشيري نقلوا بالاسانيد بتاعتهم، ما نقلوش ما وضعوش قصص عشان ايه يخلوا الناس تتورع وتخشع وما الى ذلك. لكن مثلا برضه المتاخرين مثلا تجد في العبرات والنظرات دي في حاجات تؤثر جامد، منها قصه ماخوذه اسمها الحجاب في العبرات اعتقد موضوع القصص اللي تداولها الناس في عن عندنا بتعتبر نوع من الكذب عند المتشرعين، لكن منهم من اجاز هذا النوع باعتبار ايه الخيال الفكري او معاه حاجه زي كده عند المصريين. نعم
الإبداع، الإبداع والابتداع. في أسئلة؟ أنا أعتقد لفصل جديد مع جديد. يعني نفهم من هذا من كلام متن الإمام النووي أنه يذهب إلى لجواز الاستدلال بالحديث الضعيف خلافا لمن لا يستدل. ما فيش خلاف في المسألة، أنا عملت بحث نقل الإجماع، إجماع أهل الحديث على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وذكر ذلك في أول شرحه للأذكار وفي أول شرحه في أول الأذكار وفي أول رياض الصالحين وفي مقدمة المجموع، ذكر في أماكن كثير هذا، وذكر في الأربعين برضو هذا، هو نفسه ضع حديث الأربعين ويعمل به. لو اكتشفنا قصده فيكون اصبح سقط، اصبح مجروع لو علمنا، لكن قد يكون نتيجه اختلاط، نتيجه ان هو اختلط اختلف عليه اللفظ، فنتيجه الاختلاط او اختلاف اللفظ هو يعذر في ذلك، بس يبقى حديثه ضعيف من اقسام البعض ماشي، لكن لو تعمد ذلك يبقى كذاب وهم يجربون عليه ذلك. واذا كان القصاص برضه يستبعد تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، كتاب للإمام السيوطي، تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، إن إيه؟ القص ده كان يقعد في الجامع يقص القصص كده ويألفها. مرة واحد بيقول إيه؟ واحد من القصاص دول كان الإمام أحمد بن حنبل ماشي مع الإمام يحيى بن معين، فدخل المسجد فرأى راجل بيحدث، حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومساق أحاديث بأسانيد. ايه؟ قال له احدثته؟ احمد بن حنبل يقول له بيقول احمد بن احدثته؟ قال لما حدثت؟ احدثته انت؟ قال لما حدثت؟ بعد ما انتهى المجلس راح قال له انت تحدث عن احنا المعين واحمد بن حنبل، هل رايتهما؟ هذا احمد بن حنبل وانا احمد بن معين، هل رايتهما ان احدثناك بذلك؟ قال اما هذا ضلال، أنتوا أغبياء، لقد حدثت عن 16 رجلا اسمه أحمد بن حنبل و16 رجلا اسمه يحيى بن معين، فعرفوا أن هو قصاص كذابين، كذاب، هو ما حدثش عنه، الناس تقصد يحيى بن معين وأحمد بن حنبل الأئمة، وهو بيجيب من مخيله يقول أنا حدثت عن 16 واحد اسمه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. حدث المسلم. يعني راجل مسلم. طيب النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل رواياته وما يتعلق به. ايوه نتكلم في كلام الدفع والتعليق. يعني لعل ذكرت في اول الكتاب ان علوم الحديث قد تصل الى 200 علم. علم المجروحين، علم الضعفاء، علم الموثقون، الثقات، ها؟ انواع بقى كل نوع من الانواع دي ها؟ لها كل نوع من الانواع اللي احنا ذكرناها في الضعفاء والصحيح والمتواتر، علم المتواتر. كل في ثلاث أربع كتب موجودين ها كما أشار إلى ذلك الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، نظم المتناثر في الحديث المتواتر وما إلى ذلك. فهذه كانت تكون علوم الحديث أن تصل إلى 200. صفة من تقبل الروايات وما يتعلق به فيه مسائل، أحدها إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه. أنت مش خدت الفلاشة امبارح؟ هتلاقي بحث الحديث الضعيف وهتلاقي فيه الإجماع ده. إحداها أجمع الجماهير، مش ده الإجماع على العمل بالحديث الضعيف ورواياته. ده بحث عملته وشرحته في شق في سنة. الحمد لله على فضل الله تعالى ومنته. إحداها أجمع الجماهير. جماعة الكتب أهل الكتب المصطلح زي التقريب وش التذكرة والتبصرة والحاجات دي كلها. إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه اشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، أي راوي الحديث، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارب المروءة، متيقظا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به. هيتكلم عن صفة الراوي. الراوي يجب أن يكون ثقة، والثقة دي يجب أن تتضمن معنيين،
تتضمن العدالة والضبط. خلاص فإذا قال فلان ثقة يبقى عدل ضبط. عدل يعني إيه؟ ليس فاسقا. ضابط يعني ليس عنده إيه اختلاف في عقله يمنع تمام الضبط. عدل ضابط يبقى ده رأي صحيح. عدل لخف ضبطه يبقى إيه؟ يروي الحسن. إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشرط فيه أي في الراوي أن يكون عدلا ضابطا وأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق. ها حاضر. نعم أنا عندي يشرط. ماشي. يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا من الشروط الثلاثة سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب اللي هو العدالة هي إيه؟ أن يسلم ألا يكون تعريف العدالة ده بدون حفظ لسه. ها العدالة أن يكون إيه؟ ليس مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة. ها بشرط ألا تغلب حسناته سيئاته. بشرط ألا تغلب سيئاته حسناته. ها وألا وأن يسلم من خوارم المروءة وهنشرحها دلوقتي. أول حاجة ما يكونش مرتكب لكبيرة. فمرتكب الكبيرة فاسق. يبقى شرط إن هو ترك الصلاة ما ينفعش إن هو آخذ منه حديث وترك الصلاة. ماشي. يبقى ده إيه عدالته أصلا مقدور فيها ليس عدلا. خلاص يبقى ليس مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة بشرط تغلب سيئاته حسناته. إيه الشرط ده؟ إن لو غلبت سيئاته حسناته ما يبقاش عدل. كثرت منه السيئات بشرط ايه اصبح تفسخ عن ان يكون عدلا اصبح فاسقا نتيجه كثره السيئات التي عملها. لكن لو كان مثلا تسقط منه فوائد لكن هو يغلب عليه الحسنات ها يبقى ده عدل. ماشي. وان يسلم من خوارم المروءه. خوارم المروءه دي هي اشياء معينه يعتبرها الناس نقصا في تقدح في العدالة غير ارتكاب الكبير والصغير. خوارم المروءة دي بتختلف من زمان لزمان ومكان لمكان وشخص لشخص وحال لحال. خلاص فهي تختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة والأشخاص. من المثال اللي كنا بيضربوه لنا مشايخنا يقول إيه؟ شخصين واحد بيشتغل حداد والتاني مفتي. فاللي بيشتغل حداد ده لو انت رحت له الورشه بتاعت الحداده محدث وتلاقي راجل جاي من كل حاجه فلاقيته واقف بالفانيلا الداخليه والسروال ويقول لك حدثنا فلان ابن فلان عن فلان ابن تاخد منه الحديث على الهيئه دي هو لابس السروال والايه والفانيلا الداخليه والايه لابس بالفانيلا كده والسروال ويشتغل في الورشه بتاعته تاخد منه الحديث ويبقى ده عدل بالنسبه لك. دي مش خوارم المروءة بالنسبه له ان هو يقف بمثل ذلك الزي. لكن لو دخلت عند الشيخ الثاني ده المفتي ده ولقيته في مكتبه قاعد بالسروال والفانيلا والبنطلون ما تاخدش منه الحديث ده خارم من خوارم المروءة عنده. خلاص في حقي خارم اذا تختلف من شخص لشخص خوارم المروءة دي وتختلف برضه باختلاف الازمنه. يعني كان في زمان معين مره انهم كانوا لا يقبلون الروايه ممن لا يغطي راسه اللي يمشي على الراس يبقى ده في خوارم المروءة ما خدش ما قبلش منه الحديث. خلاص او الذي يمشي ياكل في الطرقات في زمن تاني اللي بياكل في الطرقات لا تقبل روايته ليه خوارم من خوارم المروءة. ها خوارم المروءة دي عادات علم واسع جدا لوحده او احد العلوم. خوارم المروءة دي بالنسبه للمحدثين يجي البخاري راح لواحد عشان يتلقى منه الحديث قال له فلان ده محدث وراجل يعني ثقه فوجد ان الراجل حفظ في كمه الناقه بتاعته نفرت منه فحط في كمه طعام عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ياخد الناقه يمسكها. فالبخاري راح مشيت بيعمل كده ربا. طب ما هو يجوز للواحد ان هو يتحلل على الناقه عشان يمسكها مش حرام؟ قال دي عدالة ما بقاش امين عندي. فالبخاري شوف شرطه كان ازاي عالي جدا عشان الناس تتكلم في البخاري. مجرد ان الرجل ومعلوم معروف بالحديث ومشهور به قال لانه تحلل على دبته
والتحايل على الدابة اللي يمسكها حلال، إلا أن البخاري قال لا مش عايزه مش هاخد منه. تلاقي الإمام مالك لما جاي تتبأ يقول إيه، الإمام مالك يقول إيه، رأيت 70 رجلا من أهل الطيارسة يستسقى بهم المطر، ليسوا من أهل ذلك العلم الحديث. يعني الطيارسة يعني الطيارسان بيلبسوا العلماء، ها أهل الطيارسة الطيارسان جمع طيارسان اللي هو بيلبسوا العلماء يتميز به العلماء زمان، ها وكلهم يستسقى بهم الغمام يعني أتقياء ورعين عاجل، إلا أنهم ليس من أهل هذه الصناعة الصناعة الحديثية. خلاص فكانوا يتشددون في مثل ذلك الأمر، ودي خوارم المروءة مترتبة. وبعدين هنتكلم عن ايه الضبط بقى، عدل زي العدالة. أجمع جماهير الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط
شوف العبارة هنا أجمع الجماهير، يعني في ناس تنازلوا عن بعض الشروط دي خلاص، لكن هناك أجمع خلاص. من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون أي الراوي عدلا ضابطا. العدلة تكلم عنها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا بشرط العدلة سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة خلاص، سليما من أسباب الفسق أي ليس مرتكبا لكبيرة ولا مرتكبا مصرا على صغيرة بشرط تغلب سيئات حسنات، وأن يسلم من خوارم المروءة أو شرحناها متيقظا. ابتدى يشرح شرط إيه الضبط بقى، متيقظا حافظا إن حدث من كتاب من حفظه، حدث من حفظه يبقى حافظ، ضابطا لكتابه إن حدث منه أي من كتابه، عالما بما يحيل المعنى إن روى به أي إن روى بالمعنى ويرى الرواية بالمعنى جائز، يبقى عالم بما يغير المعنى ها فلا يروي بصيغة تغير المعنى من الحديث بشرط تختلف تنبني يترتب عليها اختلاف الأحكام. وبهذا نكون قد انتهينا من ايه من ايه المساله الاولى وهي شرط الايه الراوي. بعد كده هنثبت عداله الراوي بماذا ونقرأ المره القادمه، والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي امي وعلى اله وصحبه وسلم اشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وانعم. في اسئله؟ يعني في واحد منهم في سنة الترمذي وواحد سنة الترمذي اللي في الترمذي أظن الترمذي أنا شيء عكس اللي في الترمذي هذه السيدة عائشة ما رأيت رسول الله يصوم العشر فالنووي جمع بينهم بالأحاديث دي بشكل مستمر. هم عايزين يغيروا الأمر، مش من ضمن أحب الأعمال الصيام، الصيام مش من أحب الأعمال، مش عبادة، الصيام من حاجات غير. نعم يا الله 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 يا
احكام الولايات الولايات الخاصه والعامه، فليس لاحد ان Thank you.